تصير وحشا كاسرا لا فرق عندها من كانت الضحية. اليوم مشاهدين الكرام نسرد لكم قصة شبيهة بقصص الأفلام، فقط يبقى الواقع صعب الإدراك. تفاصيل المأساة مع منال أحمد. هي قصة مؤلمة أدمت القلوب وارتجفت لها المشاعر، جريمة مأساوية بحق طفلة كالملاك بريئة وجدت نفسها في مواجهة مع الحقد والأذى حتى شهورها الأربع لم تشفع لها. هنا أخرج عن المألوف وأسأل بعقل أتعبه التفكير ومعرفة السبب، لماذا فعلت ذلك بملاك؟ يا ترى كيف هو شعور الألم عندما يتغلغل بين أطراف جسد صغير؟ وهل يهنأ الطفل بنومه هنا وهو يعيش فقط على شهيق وزفير؟ هنا تحاول ملاك أن ترتاح بعد حادثة نكراء هشمت رأسها الصغير، حادثة كانت المتهمة فيه خادمة غلبها الحقد والمنافسة مع خادمة أخرى في المنزل ذاته، فكانت الضحية ملاك ذات الأربعة أشهر. At the moment, unfortunately, she is in a deep coma. الطفلة حاليا في مرحلة غيبوبة كاملة، وذلك بسبب قوة الضرب الشديد الذي تعرضت لها، مما سبب لها مشاكل في القلب ونقص الأكسجين في الدماغ، وهي الآن في حالة حرجة. القصة بدأت تفاصيلها في هذا المنزل حيث تعيش ملاك التي كانت ضحية حقد وكر بينها وبين مربية تقوم بالعناية بها. انتظرت لحظة خروج الأم للعمل فقامت الخادمة بالتسلل إلى غرفة الطفلة ملاك وأخذها لغرفة والدة الطفلة، اعتقدت إنها غير مراقبة بكاميرا، لتنفذ جريمتها البشعة بتهشيم جمجمة الطفل ملاك بطرحها على الأرض ثم رطمها بالحائط دون أن تبالي بصراخ براءتها وبدم بارد أرجعتها إلى سريرها وكأن شيئا لم يحدث. القلب ما ينبض، ما في تنفس، ما في شيء. حاولوا انهم ينعشونها لين انعشوها وخلصوا، خذوا وقت. بعدين راح الدكتور سوى لها الاكس راي وكل شيء، يوم رجع قال فيها كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ. عشان هي تطلع في البطن مدام انا تمسك انا تشيلك مدام اثني بيبي حق انا اسكت نمسك انا بيبي نمس ولدك مدام وهذا بنت اني يعني مصدم حق انا. بس لما هي تطلع على طول انا تمسك ذاك المستشفى. ذهبت ملاك وبقى الأخ الأكبر زايد وحيدا بين كثرة هذه الألعاب التي كانت مقدرة لاثنين يتبادلانها. جريمة كهذه تدق ناقوس الخطر وتفتح الأبواب أمام تساؤلات عدة في موضوع عنف الخادمات، ولكي نتوصل إلى الإجابات ونستدرك الوضع سيظل مشهد هذه الصغيرة العالقة في فضاءات الغيبوبة بلا حول لها ولا قوة، مشهد يهز القلوب ويدمي الوجدان. لقناة أبوظبي منال أحمد أبوظبي.